إذن مشاهدي الكرام، حول هذا الموضوع معي من بغداد عبر الأقمار الصناعية سيد باسم الشيخ، كاتب والمحلل السياسي. سيد باسم، مرحبا بك. بداية، كيف وجدت حيثيات المختطفين القطريين، قضية المختطفين القطريين بكل ما فيها من الصفقات التي أجريت فيها خلف الكواليس، ومن ما أعلن بقليل من الإعلان يعني من قبل السلطتين العراقية والقطرية؟ تحية لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. بعد نهاية أزمة المختطفين يتأكد لنا بأن هذه العملية هي عملية مخابراتية كانت محسوبة ومدروسة لاستخدامها كورقة ضاغطة في عمليات تجري الآن في سوريا، في الصراع الدائر في سوريا، وبالتالي استخدام هذه الورقة للإفراج عن قيادات وعن تسوية بعض الملفات داخل الصراع السوري. يدرك المختطفون الذين تم توجيههم بأوامر عليا من دول خارجية بأن هذا الصيد الدسم سيأتي عليهم بالتالي بنتائج إيجابية. هنالك أكثر من طرف ساهم في المفاوضات المعقدة والصعبة والتي واجهت مصاعب كثيرة خلال الفترة السابقة، لذلك نرى بأن فترة الاختطاف طالت إلى أكثر من سنة وأربعة أشهر منذ كانون الأول عام 2015. من ضمن الصفقات التي كان يجب أن تتم أيضا الإفراج عن بعض القياديين من حزب الله الموجودين لدى جبهة فتح الشام في الداخل السوري، ولتقطع بعض أسباب يعني التواصل مع هذه الجهات تم تعطيل هذه المفاوضات إلى أن توصلت بالتالي لاتفاق المدن الأربعة، إضافة لمبلغ مالي كبير قد استلمه المختطفون داخل العراق. نعم سيد باسم، يعني هذه العملية المخابراتية التي كانت ضمن اتفاقية المدن الأربع في سوريا كما ذكرنا في نشرتنا هذه، جرى من خلالها تهجير الآلاف من مناطقهم من بلدتي مضايا والزبداني وأيضا كفرية والفوعة المواليتين للنظام ذات الأغلبية الشيعية. في هذه الاتفاقية كان من ضمنها أيضا إطلاق سراح معتقلين لدى النظام السوري، هل لديك معلومات عن هذا الموضوع؟ هل تمت كل الاتفاقية أم أن فقط تم تسليم المختطفين القطريين؟ لا بالتأكيد الموضوع أكبر من تسليم المختطفين القطريين، آسف، من دون يعني حصيلة يمكن أن يعتد بها، وإلا لما أقدم المختطفون على حجز 26 قطري بضمنهم شخصيات رفيعة تعود يعني للعائلة الحاكمة في قطر، لو لم تكن هنالك ضرورة قصوى للضغط باتجاه الحصول على نتائج كبيرة أيضا. وبالتالي حتى اتفاق المدن الأربعة هو تغطية لأسباب حقيقية، هنالك إفراج عن قيادات في حزب الله كانت معتقلة لدى جبهة فتح الشام، وهذا الموضوع مهم بالنسبة، ومما يدلل على أن الذراع الذي ربما يكون قد استخدم في اختطاف القطريين قد يكون عائد أو موالي أو متحالف مع حزب الله من جهة، ومع جهات سورية وإيرانية عملت بشكل فاعل وبتحرك انسيابي لم تستطع الحكومة العراقية أن تمنعه أو أن تصل إلى مكان المختطفين طيلة هذه الفترة، فضلا عن أن عددهم عدد كبير والقوة التي تمت يعني اختطافهم كانت قوة كبيرة مكونة من أكثر من 70 سيارة عسكرية فيها أكثر من 100 عنصر يعني عسكري تحركوا ضمن بادية السماوة بشكل يعني انسيابي من دون مساءلة ومن دون تتبع. هذا يعني أن الموضوع أكبر حتى من الحكومة العراقية التي فقط اكتفت بالأسف واكتفت بإدانة الحادثة لكنها لم تفصح عن الجهة التي كانت تتفاوض. إذن سيد باسم، يعني في الوقت الذي تتكلم فيه الحكومة العراقية عن سيادة يعني تلف العراق من جميع الجهات ولا تسمح لهذا أو ذاك بالتدخل، وبالتالي تقف متفرجة على مجموعة من الميليشيات يختطفون يعني مواطنين لبلد شقيق آخر ويتم المساومة عليهم بهذه الطريقة بصفقات لإطلاق ميليشيات تابعة لجهات أيضا أخرى،
يعني أي سيادة تتحدث عن الحكومة العراقية؟ وهل بقي للحكومة العراقية سيادة تتحدث عنها؟ يعني في دولة مكتملة السيادة ودولة قوية وليست دولة هشة، لا يمكن لأي قوة مسلحة أن تقوم بفعل من هذا النوع، فعل كبير يوازي عمل دول وأجهزة أمنية كبيرة، من دون أن تصل الدولة بمؤسساتها الأمنية للوقوف على تفاصيل الحادث وربما اعتقال الفاعلين أو الذين ارتكبوا هذه الجريمة، مما يدل على أن مراكز النفوذ القوية والكبيرة في الدولة العراقية هي أكبر من المؤسسات الحكومية وأكبر من الحكومة ذاتها. دليل ذلك أن الحكومة كانت وسيط في هذه العملية، بينما كان على الحكومة أن تكون هي الفاعل الرئيس وليس ولا تقوم بدور الوساطة، يعني ألا تكتفي بالقيام بدور الوساطة في قضية تتعلق بسيادتها وبأمنها، ماذا لو كان ذلك يتعلق أيضا بأمن المواطنين الذين يتعرضون لأكثر من حادثة اختطاف وملاحقة من قبل مراكز النفوذ التي تتحكم بالسلاح والتي لا تستطيع الحكومة أو الدولة العراقية بمؤسساتها السيطرة عليها. إذن سيد باسم، في ظل هذه الإجراءات التي تحدث من استلام وتسليم وربما صفقات وربما تسويات، من هو الخاسر الأكبر ومن هو الرابح الأكبر في هذه الصفقة؟ هل إيران هي الرابح الأكبر أم أن ربما قطر، ربما نظام الأسد؟ من الذي ربح أكبر يعني الأرباح ومن الذي خسر أكبر الخسائر؟ يعني بالتأكيد هو الخاسر الأكبر هو الشعب العراقي والمؤسسات العراقية، لأن العراق بمؤسساته وبشعبه لم يستفد من هذه العملية، لا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد المعنوي ولا على الصعيد يعني حتى الاقتصادي أو المالي، بينما كان العراق ساحة للقيام بمهمة مخابراتية تستفيد منها دول الجوار، إيران مستفيدة بالتأكيد والنظام السوري مستفيد وحزب الله مستفيد إذا ما تم الإفراج عن قياداته المعتقلة لدى جبهة فتح الشام، وبالتالي الطرف المتضرر الذي استفاد مؤخرا هو دولة قطر لأنها استرجعت رعاياها بشكل سلس وسهل، أما العراق فكان ساحة لتصفية هذه الحسابات وساحة خاسرة بكل تفاصيله. نعم، شكرا لك السيد باسم الشيخ الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد.